السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أنا جانا، والنهاردة هنتعلم مع بعض إزاي نعمل لعبة حجرة ورقة مقص بلغة البايثون. أول حاجة لو هنعملها بلاير ضد بلاير، يعني الاتنين يلعبوا مش واحد ضد الكمبيوتر، هناخد أساميهم أو نحط كل اسم في variable، وبعدها نختار اللاعب الأول يختار روك بيبر أو سيزرز، واللاعب التاني يختار روك بيبر او سيزرز، وبعدها نبدأ بالوايل لوب اللي هي اف بلاير 1 تشويس اللي هي بي ال 1 سي اتش ايكوال ايكوال بلاير 2 تشويس فريم اكس اتاي، يعني الاثنين قد بعض. لو اختار مثلا بلاير 1 روك وبلاير 2 روك يبقى تعادل، ما حدش فيهم كسب. وبعدها بلاير 1 ايكوال بيبر، ولو البلاير 2 بقى ايكوال روك والبلاير 1 بيبر يبقى البلاير 1 هو اللي كسبان، وهكذا بقى لحد ما نوصل للاخر خالص. اخر حاجة يعني مثلا نعمل كده بيبر الاول وبعدها روك وبعدها سيزرز، ونعمل الخيارين التانيين، يعني احنا بدأنا هنا في الاول روك او روك سيزرز او سيزرز، فدي خلصنا منها. انها بقى لو اختار بيبر او البلاير يبقى البلاير تاني في احتمالية انه يختار بيبر او روك او سيزرز، بس احنا خلاص خلصنا احتمالية البيبر، ففضل روك وسيزرز. فلو البلاير 2 هيبقى ايكوال ايكوال روك هيختار الروك، هنعمل برنت الجي الزوامر الجي اللي هو اول بلاير، ولو البلاير 2 ايكوال ايكوال سيزرز يبقى تي الزوامر اللي هو بلاير 2. وكده بقى هنمشي التاني واحدة اللي هي فيها الروك ونحط الاختيارين برضو، وتالت واحدة اللي هي فيها سيزرز ونحط الاختيارين، عشان احنا خلصنا من اول واحدة فوق بس عملناها مرة واحدة اسهل بكتير من التانيين دول. وبعدها هنسأل اللاعب هو عايز يلعب تاني ولا لا، فنعمل الانبوت بلاي اجين اختار يس او نو. لو اختار يس هنعمل بلاير بي ال ايكوال ترو اللي هي عشان نعيد اللوب دي من الاول، ولو اختار نو يبقى البي ال ايكوال فولس اللي هي عشان يوقف اللعبة خالص ما يعيدش تاني. بعدها هنجرب بقى البرنامج، ندوس ران نيم اوف ذا فيرست بلاير، نكتب اي اسم والنيم اوف ذا سكند بلاير، نكتب اي اسم بليز انتر روك بيبر اور سيزرز اللي هو الاسم اللي احنا كتبناه، عشان كده كتبنا الاول جي هنا في الكود. مثلا نخليها تختار روك وانتر روك بيبر او سيزرز، وتاني اسم اللي احنا كتبناه التشويس مثلا تختار بيبر، ليسو الزوانر نتأكد صح كده، ليسو اختارت روك ليسو اختارت بيبر، مين اللي يكسب؟ البيبر هي اللي تكسب الروك، كده فعلا البرنامج بتاعنا شغال. بعدها سألنا بلاي اجين، احنا مثلا هنكتب نو مش عايزين نلعب تاني، وبكده يكون البرنامج خلص، وبكده نكون خلصنا المشروع بتاعنا اللي هو مشروع لعبة حجرة ورقة مقص بلغة البايثون. شكرا، واتمنى انكم تكونوا استفدتوا معانا، وبس كده، مع السلامة.